أنشاء أنظمة مرنة من خلال المحاكاة، شعارنا في الملتقى العلمي للمحاكاة الصحية 2021. كونوا معنا ضمن برنامج علمي مميز، مسابقات وورش عمل متخصصة في كل من الرياض وجدة والدمام. تفاعلكم ومشاركتكم تصنع الفرق. الله وبركاته، معكم الدكتورة ريم الهيزر استشارية أطفال وأستاذ مساعد كلية الطب جامعة الإمام وعضو في اللجنة التنظيمية للملتقى العلمي والمشرفة على الملتقى في مدينة الرياض والذي سيقام في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الحرس الوطني. نرحب بكم جميعا وندعوكم للمساهمة والمشاركة في الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية 2021. لدينا برنامج علمي متميز بانتظاركم بالإضافة إلى مسابقات وأنشطة وورش عمل ما يقارب 10 ورش عمل في مدينة الرياض ووجود نخبة متميزة من المتحدثين من دول مختلفة وخبرات عالمية ومحلية في عالم المحاكاة الصحية. أرحب بكم، أنا دكتورة وديعة بحاذق استشاري وأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة وعضو في اللجنة التنظيمية للملتقى ومشرفة الملتقى بالمنطقة الغربية. نلقاكم على خير في الملتقى من خلال المنصة الافتراضية أو حضوريا. هي فرصة متميزة لجميع الكادر الصحي للتعرف على التجارب المحلية والدولية من المملكة ودول الخليج إلى المغرب العربي ومن أوروبا وكندا وأمريكا إلى المكسيك. ستقام لدينا ورشتين عمل متخصصة في المنطقة الغربية بدعم رئيسي من هيئة التخصصات الصحية والعديد من الجهات المساهمة، ونتشرف بالداعم الرسمي لاستضافة الملتقى جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وكلية الطب بجدة ومركز المهارات السريرية. ملتقانا متميز بحضوركم ومشاركتكم وبمشاركة مختلف القطاعات بالمملكة لإظهار التجارب المحلية والدولية في هذا المجال. تساهم اليوم الجمعية معكم لإعطاء صورة مشرفة عن مملكتنا الحبيبة، مملكة الإنسانية. Yeah.